احنا معانا تليفون من الدكتور عادل وجدي، دكتور وجدي عبد المنعم، مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة. وأنا أظن أن المداخلة دي مهمة جدا. أهلا وسهلا دكتور وجدي. أهلا بحضرتك وجميع المشاهدين. أهلا بحضرتك. طبعا حضرتك متابع معانا الكلام وحالة الطقس والتحذيرات اللي للمواطنين، وأكيد بكرة طبعا في زائد الأمطار والسيول في أتربة وعواصف، ففي ناس بتبقى عندها مشاكل في الجهاز التنفسي وبيبقى عندها أمراض صدرية زي كده، فتعمل إيه؟ عايزين حضرتك تقول لنا، ومضطرة إنها تنزل، وأنا بكرة مضطرة أنزل وأجي عندي حلقة. الناس التانية اللي متواجدة حتى في البيوت بيدخل لها الأتربة، في ناس بتدخل لها أتربة وهي قاعدة جوه في منازلها، فننصحهم بإيه؟ اتفضل حضرتك. طبعا يا فندم، هو يعني بندعو طبعا بالصحه والسلامه لجميع المصريين، لكن في ظل الظروف اللي ممكن يحصل فيها تقلبات جويه زي اللي طبعا اعلن عنها مؤخرا واللي ممكن تحصل خلال الايام الثلاثه اللي جايه ان شاء الله. ايوه. فطبعا النصيحه اولا لو نقدر نقول للناس اللي جوه البيت الاول، يا ريت لو حد عنده امراض متعلقه بالامراض الصدريه او حساسيه في الجيوب الانفيه او في العين، يضع بعض القماش على المكان اللي موجود فيه الشبابيك او ابواب البلكونات اللي ممكن يحمي من دخول الاتربه للمنازل. اما بقى الناس اللي مضطره انها تنزل للشارع او لان ظروف شغلها كده او مجبره انها تنزل، فطبعا بننصح باول حاجه طبعا لبس ملابس تقنيه تكون ملابسه لجسم النازل. رقم اثنين طبعا ارتداء كمامه لحمايه الانف والفم من الاتربه وما يتعرض ليها من اي هواء او اي تيارات. من الافضل ايضا لبس نظاره، يعني حتى لو نظارة شمس دي بتحمي طبعا العين من دخول التراب او الهواء، برضو ان في بعض الاوقات بتصل سرعه الرياح لسرعات عاليه جدا، فده طبعا ممكن ياثر على الرؤيه. طبعا بننصح اذا كان حد عنده حساسيه امراض صدريه او غيره، اخذ العلاج المناسب المشوف له من قبل الطبيب قبل النزول على الاقل بنصف ساعه، علشان طبعا ما يحصلش نوبه من الأديد او من ضيق التنفس اثناء النزول. بقدر الامكان نتجنب المشي الكتير في الشارع. يعني لو موجودين في شوارع ضيقه في مواصلات التعرض للاتربه وللجو ده، انه احنا بقدر الامكان تقليل الفتره اللي بنتعرض فيها لهذا او مثل هذه الاجواء. طيب والمصابين بالجيوب الانفيه برضو يعملوا ايه؟ المصابين بالجيوب الأنفية برضو أكيد ماشيين على علاج بيتحكم فيه أو بيحصل سيطرة على حساسية الجيوب الأنفية، زي بخاخات الأنف أو أفراش مضادات الحساسية، ودي بتكون موصوفة من قبل الأطباء، فبالتالي يجب أخذ هذه الأدوية قبل النزول مع زي ما قلنا وضع الكمامة اللي بتحمي الأنف والفم معا. يعني ما نلبس حاجة بس عشان الفم، لا، نحمي الأنف والفم معا من دخول الأتربة أو التيارات الهوائية المصاحبة لمثل هذه الظروف. طيب يا دكتور وجدي، احنا ده بالنسبة للناس اللي هم المصابة بالجهاز أمراض الجهاز التنفسي أو بجيوب الأنفية، طب حتى الأصحاء يعملوا إيه تجنبا برضو إنه اضطراب ممكن يدخل صدرهم، ممكن هو يتعبهم، لأنه بكرة في الحقيقة طقس سيء جدا، فممكن يعملوا إيه للناس اللي مضطرة إنها تنزل تروح شغلها؟ طبعا عشان ينزل زي ما قلنا تقليل فتره المشي في الشارع بقدر الامكان، يعني على اقرب مواصله بياخدها لمكان عمله، الى جانب الالتزام بالطرق الوقائيه اللي احنا قلنا عليها. برضو نفس الطرق الوقائيه اللي حضرتك قلتها، الكمامه ممكن ونضاره، وانه عدم المشي في الشوارع لفتره طويله. بالظبط، لو ما يعني حتى لو قطعه قماش طولها على الفم والانف تكون مبلله، برضه دي بتحمي مبلله من تسرب الاتربه الى شكرا دكتور وجدي عبد المنعم.